بسم الله. من الحاجات الكويسه في نفس وركس موضوع اللينك. دلوقتي لو جيت على اي ملف دستورك كليك وقلت له لينكس، بيقول لي انت عايز اد لينك ولا اديت لينك. تمام، اد لينك يبقى انت تضيف لينك جديد، اديت لينك يبقى الحاجه موجوده بكده وهتعملها اديت. فاقول له اد لينك وابدا اختار لينك، اي لينك انا عايزه، وليكن مثلا صوره. تقدر تختار من هنا انت عايز تعمل لينك مع ايه. اقول له مثلا عايز صوره بالشكل دوت. تمام، هي عباره عن هايبر لينك. تمام، التاتش بوينت تحدد النقطه اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له ايه اوكي. طيب انا دلوقتي هجيب اللينك ده منين؟ هتيجي هنا من قائمه هوم، هتلاقي لينكس، هيبدا يفعل لك عمليه اللينكات، فتقدر تفتح الحاجه اللي انت عايزها. وليكن مثلا الصوره اهيت، مجرد ان انت تدوس عليها هيفتح لك الصوره. تمام، لو في ملف اكسل برضه يفتح لك ملف الاكسل، لو في ملف وورد، اي ملف انت عايزه هيفتحه لك. تمام، وهتلاقي هنا كويك بروبرتيز، بحيث ان هو يجيب لك اي حاجه تقرب منها، يبدا يجيب لك بعض المعلومات السريعه كده، تعرف العنصر ده مكون من ايه. يعني ده مثلا ميكانيكال كولينج تاور. الخصائص البروبرتيز بيبدا بقى يجيب لك الخصائص، اي عنصر انت تعمل سيلكت عليه يبدا يجيب لك بقى كل الخصائص اللي موجوده في العنصر دوت، اللي هي اتعملت في البرنامج الاصلي اللي هو اتعمل عليه، سواء بقى اتعمل على اركيكات تكل اي حاجه، بتلاقي كل المعلومات الخاصه بالعنصر دوت، بتختلف من عنصر لعنصر. تمام، ده بس المعلومات الخاصه بالديموليش، التايم لاينر، الورك سيت، الدوكومنت. تقدر تيجي هنا تنسخ المعلومات ديت، او تشوف تعمل ديليت، او ممكن اد نيو يوزر داتا، يفتح لك حاجه خاصه باليوزر تكتب فيها المعلومات اللي انت عايزها. يعني انت كيوزر عايز تضيف معلومات، فتبدا تشوف المعلومات اهي يوزر داتا، تيجي هنا تبدا تقول له ايه انسرت نيو بروبرتي. دي انت عايز سترنج مثلا، حاجه تكست هتكتبها. تمام، هتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها، وتقول له مثلا انا عايز اضيف برضو بولين. بولين يعني يس اور نو، قيمة نفسها يس اور نو. عايز اضيف فلوت رقم، تقدر تضيف الرقم اللي انت عايزه. مينفعش انه دي ممكن تخليها يس. التكست دوت تقدر تكتب اللي انت عايزه، بحيث تضيف قيم او معلومات خاصه بيك للعنصر اللي انت